بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله رايحين نعمل كريم مكون من مادتين. أول مادة هي أي كريم موجود في السوق، أي نوعية كريم موجودة في السوق، والمادة الثانية اللي هي اللبان الذكر المطحون بودرة. طبعا هذه إخواني لبان ذكر مطحون بودرة، وهي اللبان الذكر قبل ما أطحنه أمامكم، وعندي اللبان الذكر اللي هو المنقوع. طبعا إلي تقريبا 3 إلى 4 أيام نقعت اللبان الذكر حتى صار لونه زي لون الحليب، لون حليبي، وحتى اللبان الذكر اللي هو البودرة لون حليبي لما نقوم بخلطه على الخلاط وعمله بودرة. طبعا إخواني قبل ما أبلش في عمل كريم اللبان الذكر بحب أنوه لشغلة، إنه لما نروح نشتري كريم اللبان الذكر لازم نتأكد إنه اللي اشتريناه كريم لبان ذكر صافي، مش مخلوط مع أي صمغ، لأنه كثير من العطارين بيخلطوا اللبان الذكر مع الصمغ وبيستعملوا للبخور. لا، إحنا لما نروح نشتري اللبان الذكر بدنا نخبر العطار إنه إحنا بدنا نستعمله للشرب لأجسامنا داخليا وخارجيا، ما بدنا نستعمله للبخور. طبعا إخواني قبل هيك أنا عملت فيديو وبينت فوائد اللبان الذكر، وهالكريم اللي رايحين نعمله مفيد جدا لجسم أي شخص فينا، هو برطب الجسم ويعمل على شد الجسم كامل. طبعا هالكريم يستعمل لكامل الجسم حتى للبشرة. زي ما ذكرنا إخواني أي كريم إحنا بنقدر نستعمله موجود في السوق، مش شرط يكون نوعية معينة، لكن إحنا دايما بنجيب الكريم اللي ما في عليه كثير كيماويات. في كريمات للأطفال تستعمل لأجسامهم بنقدر نستعمله ونجيبه من السوق. الشغلة الثانية إخواني، هاي قدامي أنا اللبان الذكر المنقوع، إذا ما تحول للون حليبي طبعا هو بكون لبان ذكر مغشوش أو مضاف إليه مادة الصمغ، وعشان هيك ممكن إذا نقعناه ما يتحول للون الحليبي، فلازم ننتبه للشغلة هذه. في شغلة ثانية إخواني بحب أنوه إلها، إنه لما ننقع اللبان الذكر ويتحول لحليبي بكون في أسفل المرتبان قطع صغيرة تشبه الصمغ، وهي طبعا لبان ذكر تستعمل للحفر الموجودة في الوجه أو الجروح. طبعا بدنا نصبر عليها، النتيجة بتكون مش بيوم أو يومين، بدها شوية صبر، لكن النتيجة مضمونة ومجربة. الطريقة عمل كريم اللبان الذكر، طبعا زي ما انتم شايفين إخواني أنا جايب عينة صغيرة من الكريم عشان بس أعملها أمامكم وأرجيكم كيف نعمل كريم اللبان الذكر. طبعا هالكريم يستعمل بعد الحمام أو أخذ الشاور مباشرة على كامل الجسم. طبعا بضيف ملعقة أو ملعقتين من اللبان الذكر البودرة للكريم اللي جبته أو اشتريته من السوق، وبقوم بالتحريك، تحريكه جيدا هكذا،
وبعد هيك بقوم بإضافة اللبان الذكر السائل الحليبي للكريم وبودرة اللبان الذكر. وبحرك جيدا إخواني، ويعني بفضل إنه يكون مش سائل كثير، في شوية لزوجة عشان نستعمله صح على أجسامنا. هذه هي النتيجة إخواني، هذا هو كريم اللبان الذكر، وبندهن على الجسم، مفيد جدا للجسم ولكامل الجسم، حتى للبشرة بنقدر نستعمله وبكل أريحية وما في أي خوف منه، بالعكس هو مفيد جدا لأجسامنا ولا بشرتنا. ومكون زي ما قلت من مادتين بسيطات جدا، اللي هي أي نوع كريم نشتريه من السوق ولبان الذكر البودرة. طبعا هالكريم واللي موجود معاه لبان الذكر يعمل على بشرة وردية خالية من التجاعيد، وهذه الخلطة أو هذا الكريم هو سر من أسرار مراكز التجميل اللي بيستعملوها دايما، لكن هي النتيجة مش بيوم أو يومين، بدها وقت حتى نحصل على نتيجة طيبة لبشرتنا. وكذلك بحب أنوه أنه حتى الشغلات الكيماوية اللي تستعمل للبشرة بدها وقت حتى نشوف النتائج، لكن في المقابل الشغلات الكيماوية اللي تستعمل للبشرة وللجسم بكون فيها ضرر كبير ونتائج سيئة، لكن لما أنا أستعمل شغلات طبيعية لجسمي بتكون نتيجتها طيبة، ما فيها أي خوف، وباخذ نتيجة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله بكون وصلت فكرة لإخواني المشاهدين والمستمعين. تابعوني على قناتي، وإلى اللقاء.